مروان شربل، هل انت مع او ضد ان الانتخابات اللبنانيه الاخيره شهدت اكبر عمليه تزوير بتاريخ الانتخابات اللبنانيه؟ مش شهدت اكبر عمليه. شو؟ ما في انتخابات بتصير ما فيها تزوير، ما فيها شراء اصوات. طبيعي فيها تصويت ميتين بكون، وفيها بهاي بالتحديد. انا بعرف في ضيعه فيها اثنين ميتين انتخبوا وحكيت على التلفزيون واعطيت اساميهم. مع او ضد ملف الثاني؟ مع او ضد انه حزب الله مبارك كحزب مقاوم وملعون كحزب سياسي؟ كيف يعني؟ ما فهمت. يعني حزب الله كحزب مقاوم، كمقاومة اللبنانية، مبارك من كل اللبنانيين، وكحزب سياسي ملعون. لا لا، مش مبارك من كل اللبنانيين، في لبنانيين مع وفي لبنانيين ضد. ما في لبنانيين ضد كمقاومة، كمقاومة وعلى حدود، كمبدأ المقاومة وعلى حدود حماية البلد من العدو. لا لا، في هلا شو يعني؟ إذا قلت له لفارس سعيد هلا شو بيجاوبك على هذا السؤال؟ مع محبتنا لا لا، في لبنانيين أكيد، بس إنه بالنهاية كمقاوم أنا بتعرف شو اللي بدي من حزب الله بالتحديد؟ إنه يكون في تنسيق مع الدولة اللبنانية، مش إنه يستعمل يعني يصير في ضرب على إسرائيل والدولة اللبنانية ما معها خبر. الدولة اللبنانية أكيد تطمح إنه تكون قوية بجيشها وبشعبها. تزبط يوم من الأيام إنه حزب الله يقول هيدا الجيش اللي عندي إياه صار الجيش اللبناني، هيدا السلاح اللي عندي إياه صار سلاح للدولة اللبنانية؟ ما بتصير هيك. ما بتزبط. لا ما بتصير. ما في يعني جيش من طائفة وحدة، ما بتصير. حتى الجيش اللبناني إذا انسحبوا لواء بقلب الجيش، هيك لنقول لواء بقلب الجيش. اللواء بقلب الجيش 100,000 لواء. سؤال ثالث. طيب، رجال الدين بيلعبوا دور سلبي بالسياسة اللبنانية ويجب كف يدهم عن السياسة اللبنانية. مع أو ضد؟ ليك، رجال الدين مرشدين، بتمنى إنه بخطاباتهم السياسية ما يخلقوا جو هيك يزيدوا الطين بلة. أما يعني فعلا عم بيلعبوا دور سلبي، مش دايما. ببعض الخطابات الباقي اللي هو ضدهم بيعتبرها سلبية، ولسوء الحظ اليوم نحن مقسومين. مقسومين طائفيا، يعني شو بدي نحكي البترك شيء بيجاوبوا، ونحكي المسؤول الشيعي بيجاوبوه من هالمال، ونحكي المسؤول السني بيجاوبوه من هالمال. هيدي يعني حتى مرات ما بيقروا شو انكتب، بس انه بطرك بدنا نجاوبك، رجل دين شيعي بدنا نجاوبك، رجل دين بدنا نجاوبه. يعني مع او ضد؟ يا رجال الدين يلعبون دورا سلبي؟ لا، مش ما بيلعبوا دور سلبي. اوكي، ضد. اخر ملف، مروان شربي، هل انت مع او ضد قرارات وزير الداخليه بسام مولوي ضد المثليه الجنسيه مؤخرا؟ لكن مش بده تعديل قانون. مين بده تعديل قانون؟ عندنا. انا عانيت منها هيدي. كيف تعدل القانون؟ بده يسمحوا اول شيء المثليين، يعني تشوف شاب واقف على الطريق معه شاب ثاني وعم ببوسه بوش ابوش، يعني مش مقبوله بالقانون، ممنوع. انا صارت معي وقت كنت وزير داخليه، اثنين بفرنسا مجوزين وصلوا على المطار. بتعرف بالسوق الحرة عم ببوسوا، شافهم العسكري. يعني في شيء هلا بالقانون عندهم مزبوط، سمحوا بالقانون، عندنا نحن مش مسموح. بس يتعدى القانون. انت مع انه انا يعدلوا مع الحرية، يصير مع مسموح؟ مع الحرية. بس ضمن ضوابط قانونية. يعني مع خطوات بسام مولوي او مش مع خطوات بسام؟ هلا ما عرفت شو عمل. انه قمعهم، ممنوع التجمعات، ممنوع الحفلات، ممنوع هلا انا ممنوع التجمعات، انا بتمنى كان انه يجتمعوا ويكون في مخبرين جوا لنشوف شو اللي عم يصير. اذا كان في اخلال بالاداب العامه بيتوقفوا دغري، بيجيبون ويوقفون. بس هو الاخلال بالاداب العامه هو ممنوع عند الكل، يعني مش بس عند المثليين. يعني هلا اذا شفت شفت رجال ومره هلا واقفين بالطريق عم بوسوا بعض؟ لا لا، منه اخلال بالامر، اذا مرته لا. انت ما بتدوس مرتك انت وشنغلا؟ انا بس مش في الطريق. ولو واحد بيقول اذا مرتك لا، واحد بيس مرته بوجهه صاحبته.
وصاحبته شو هالمشكلة يعني بس انه بوسه لما نفس الشيء عنده يعني نفس الشيء عند المثليين لا 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 لك شو يعني تروح على باريس معليك انت بارم في ان قبل شيء الدنيا كلها كان الزواج مسموح للمثليين باريس امبارح طلع لانه طيب ما كان بالاول ممنوع كانوا يتوقفوا بس انه يعني هلا احنا لازم شو نعمل نعدل طبعا يتعدل القانون اكيد وينكتب انه يمكن بيصير بحق لهم يتجوزوا بعدين بين بعضهم ما في مشكله لا نسمح الزواج بعدين اول شيء بعدين يعني عم انت لانك اتيت على ذكر المثليين